السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في مدارس الوطن العربي الصف الثامن الأساسي مادة اللغة العربية. اليوم سنقوم إن شاء الله بحل أسئلة درس رسالة عمان من وحدة بيان للناس، ونبدأ بالمعجم والدلالة. أضف إلى معجمك اللغوي: يحيق به، يحيط به. الغر مفردها أغر وتعني السيد الشريف. الميامين مفردها ميمون وتعني المبارك. درءا دفعا، بخس الناس أشياءهم تقديرها بأقل من قيمتها الحقيقية. لا يجرمنكم، لا يحملنكم. شنآن بغض وحقد. تنقضوا تبطلوا. تروعوا تفزعوا. المنعة العزة والقوة. السؤال الثاني: عد إلى المعجم واستخرج معاني المفردات الآتية: تشويه إفساد، الحثيثة السريعة الجادة، الحنيف المستقيم لا عوج فيه، باغية ظالمة متسلطة، تذوي تضعف، الراسخ الثابت. عد إلى المعجم الوسيط وتحقق من ضبط الحرف الأول في الأسماء الآتية: رقي، قوى وقوى، بنا جمع بنية، هوية. الآن الفهم والتحليل. السؤال الأول: ما دلالة صدور الرسالة في شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السؤال الثاني: إلى من وجهت رسالة عمان؟ وجهت رسالة عمان لإخوتنا في ديار الإسلام وفي أرجاء العالم. السؤال الثالث: ذكرت الرسالة مجموعة من الأخطار والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، بينها. تتعرض لتحديات تهدد هويتها وتفرق كلمتها وتعمل على تشويه دينها والنيل من مقدساتها. السؤال الرابع: يتعرض الإسلام إلى هجمة شرسة من فئتين، اذكرهما. ممن يحاولون أن يصوروها عدوا لهم بالتشويه والافتراء، ومن بعض الذين يدعون الانتساب للإسلام ويقومون بأفعال غير مسؤولة باسمه. السؤال الخامس: تبنت المملكة الأردنية الهاشمية نهجا يحرص على إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام، ألف، ما هو هذا النهج؟ الجهود الحثيثة التي بذلها جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه على مدى 5 عقود، وواصلها من بعده بعزم وتصميم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين منذ أن تسلم الراية. ب: لما تبنت المملكة الأردنية الهاشمية هذا النهج؟ بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي تحملها قيادتها الهاشمية بشرعية موصولة بالمصطفى عليه السلام صاحب الرسالة. السؤال السادس: من المبادئ التي دعا إليها الإسلام تكريم الإنسان؟ ألف، أذكر المبادئ الأخرى التي دعا إليها الإسلام كما جاء في الرسالة: معاملة الآخرين بالمثل، والتسامح والعفو والعدالة في معاملة الآخرين، وصيانة حقوقهم، وعدم بخس الناس أشياءهم، واحترام المواثيق والعهود، والتوازن والاعتدال. ب: هاتي دليلا من القرآن الكريم على كل مبدأ. تكريم الإنسان، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. معاملة الآخرين بالمثل والتسامح والعفو، قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
السؤال السابع: الدين الإسلامي دين أخلاقي الغايات والوسائل، أذكر دليلين على هذا مما ورد في الرسالة. يسعى لخير الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، الغاية لا تبرر الوسيلة في هذا الدين. ب: هات صورا من الحياة تؤكد ذلك، تترك الإجابة للطالب. السؤال الثامن: أعطى الإسلام للحياة مكانة إنسانية سامية، بين صورتين لهذا. فلا قتال لغير المقاتلين، ولا اعتداء على المدنيين المسالمين وممتلكاتهم، أطفالا في أحضان أمهاتهم، وتلاميذ على مقاعد الدراسة، وشيوخا ونساء. السؤال التاسع: جاء في رسالة عمان: وإننا نستنكر دينيا وأخلاقيا المفهوم المعاصر للإرهاب. ألف: وضح المقصود بالمفهوم المعاصر للإرهاب كما فهمته من النص. هو الممارسات الخاطئة أيا كان مصدرها وشكلها، والمتمثلة في التعدي على الحياة الإنسانية بصورة باغية متجاوزة لأحكام الله، تروع الآمنين وتعتدي على المدنيين المسالمين، وتجهز على الجرحى وتقتل الأسرى. ب: لماذا نحارب الإرهاب؟ لأنه فيه ظلم وترويع واعتداء على الآمنين. ج: ماذا ينتج عن الإرهاب؟ ينتج عن الإرهاب تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى، وأن شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور. السؤال العاشر: إن هدي هذا الإسلام العظيم الذي نتشرف بالانتساب إليه يدعونا إلى الانخراط والمشاركة في المجتمع الإنساني المعاصر والإسهام في رقيه وتقدمه، ما السبيل إلى تحقيق ذلك؟ السبيل إلى تحقيق ذلك التعاون مع كل قوى الخير والتعقل ومحبي العدل عند الشعوب كافة. السؤال الحادي عشر: تعد رسالة عمان نموذجا صادقا في الدعوة إلى التسامح والاعتدال، بين رأيك في ذلك. يترك عزيز الطالب لك الإجابة. السؤال الثاني عشر: دعا الإسلام إلى المشاركة في رقي المجتمع الإنساني والعمل على تجديد المشروع الحضاري، بما يتحقق هذا؟ يتحقق هذا بالتعاون والتآلف والتقوى. السؤال الثالث عشر: تضمنت الرسالة التي بين يديك مجموعة من المبادئ التي تعادي التطرف وتحارب الإرهاب وترفض الغلو، استنتجها. الوسطية والاعتدال والتسامح والعدل. السؤال الرابع عشر: ما الدروس والعبر التي نتعلمها من رسالة عمان؟ الاعتزاز والافتخار بالدين الإسلامي، تقوية العلاقات بين المجتمعات الإسلامية، الدين الإسلامي يدعو إلى نبذ التطرف والإرهاب، تكريم الإنسان. عزيز الطالب، أرجو منك تدوين إجابات الأسئلة على دفتر المعاني والأسئلة. التذوق الأدبي: وضح الصورة الفنية في كل مما يأتي. ألف: ذلك أن رسالة الإسلام السمحة تتعرض اليوم لهجمة شرسة ممن يحاولون أن يصوروها عدوا لهم بالتشويه والافتراء. شبه رسالة الإسلام بإنسان يتعرض لهجوم شرس. ب: وأن شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد. شبه الحضارة بشجرة تذبل شيئا فشيئا. ثانيا: ما المعنى الذي توحي به كل عبارة تحتها خط فيما يأتي نصارح فيه الأمة في هذا المنعطف الصعب من مسيرتها بما يحيق بها من أخطار، أي وقت صعب وظروف شائكة. ب: ونعي أن التطرف تسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى، بنى شامخة معناها حضارات عظيمة. ج: وأن شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور، تنغلق الصدور أي يملأها الحقد. ثالثا: من أساليب الإقناع استخدام الحجج والبراهين، مثل لهذا من النص الأدلة من القرآن الكريم. قضايا لغوية: اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها.
ونرى أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل تكون مشروعة بوسائل مشروعة، وندعو الأمة للأخذ بأسباب المنعة والقوة لبناء الذات والمحافظة على الحقوق، ونعي أن التطرف تسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى، وأن شجرة الحضارة تدوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور. ألف، استخرج من الفقرة السابقة جمع مؤنث سالما مدنيات، جمع تكسير الصدور الحقوق، فعلا ناسخا تكون فعلا معتلا، نرى نعي ندعو نذوي. صنف الأفعال الآتية إلى أفعال مجردة وأفعال مزيدة. نتذكر ثامن سبيل، الأفعال المجردة هي التي خلت أحرفها من أحرف الزيادة، والأفعال المزيدة هي الأفعال التي في أحد أحرفها حرف زيادة، ولتجتمع أحرف الزيادة في كلمة سألتمنيها. وتذكر دائما عزيزي الطالب أن أحرف المضارعة ليست من أحرف الزيادة. الآن الأفعال تتسبب وتنغلق هي أفعال مزيدة، أما الفعل ندعو دعا تذوي ذوى هي أفعال مجردة. أعرب ما تحته خط إعرابا تاما. نعود إلى كلمة ونرى أن وسائل مقاومة الظلم، الظلم هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منعا من ظهورها للثقل. أسند الفعل كرم إلى ضمائر الغائب مع الضبط التام. هو كرم هما للمؤنث والمذكر كرما، هم كرموا، هي كرمت، هن كرمنا. إلى ما تعود الضمائر التي تحتها خط فيما يأتي؟ بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية التي تحملها قيادتها الهاشمية، تحملها الهاء تعود على المسؤولية. ب، وكرم الإسلام الإنسان دون النظر إلى لونه، لونه تعود على الإنسان. إن هدي هذا الإسلام العظيم الذي نتشرف بالانتساب إليه يدعونا إلى الانخراط والمشاركة في المجتمع الإنساني المعاصر والإسهام في رقيه وتقدمه، تعود الهاء هنا على المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أتمنى منكم تدوين الإجابات على الكتاب بخط مرتب، وشكرا لكم.